مرحبا بكم في شي تك. نقدم لكم هذه المرة تقنية يابانية في مجال صناعة الكراسي المتحركة. فقد طورت شركة ويل اليابانية نموذجها الأولي من الكرسي المتحرك المبتكر ويل ويل تشير تايب اي. الكرسي صمم بهندسية عالية وتصميم مختلف، وهو أول كرسي متحرك بأربع عجلات يمكن تحريكه في جميع الاتجاهات. الشيء المختلف في هذا الكرسي هي العجلات الأمامية والتي تحتوي على 24 بكرة صغيرة يمكنها التحرك في كل الاتجاهات، مع عجلتين كبيرتين في الخلف تدعمهما للتحرك بكل سلاسة. وبذلك يستطيع الكرسي التحرك على أي سطح وأمام أي عائق يواجهه. أما المقعد فيوفر عدة وضعيات للجلوس، ويمكن التحكم بها كتقديم المقعدة للأمام أو الخلف ورفعها للأعلى أو الأسفل. من ناحية قيادة الكرسي والتحكم به، هناك عدة طرق للقيام بذلك، كعصا التحكم المدمجة أو عن طريق التطبيق الخاص بالكرسي على الهاتف الذكي والمتصل به عبر البلوتوث. الكرسي زود بعدة اكسسوارات تتجاوب مع المتطلبات اليومية، كمكان لوضع الكوب والهاتف وإضافة إضاءات جانبية لرؤية الطريق. وسيكون سعر الكرسي حوالي 9500 دولار. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان متاوي العربية.